المطرب عصمت رشيد من سوريا. مطهر الإرياني شاعر من اليمن. الملحن والمطرب نور الملاح من لبنان. أهلا فيكم من لبنان واليمن وسوريا. الليلة عرس عربي رح يكون عنا. إيش الهيئة؟ كل هيئة. الموضوع هو الحداثة والأصالة في الأغنية العربية. طبعا ضيوفي بتواضع وباختصار عرفوا عن أنفسهم، ولكن رح نحاول أن نتعرف عليهم بشكل موسع. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك أستاذ نور الملاح. معرفتي بتقول أنه من 25 سنة، يعني ربع قرن، صار لك عم بتعطينا ألحان ناجحة بالكاد. فينا نقول أنه في عمل فشل بالكاد، هيدي مش مبالغة لأنك معنا، إنما هيدا بيقلنا أنه حضرتك فنان متميز. يسعدنا أن نستضيفك معنا. ممكن تعطينا فكرة عن دراستك، عن إذا كان 25 سنة أو أكثر بالوسط الفني؟ ما تكبريني. 25 سنة فن، هودي بعتبرهم الحياة كلها، يعني لأنه الفن ما بينقاس بالعمر. ابتديت ابن 13 سنة وقدمت العديد من الأغاني لكبار الفنانين بمصر وبلبنان وجميع الأقطار العربية، وعشت ببيئة فنية من جد لأب فنان، يعني بيئة فنية. عفوا أنا بعرف الوالد شاعر، ولكن جدك كمان كان؟ جدي كمان اسمه نور الملاح. أه. برضو كان عازف عود شهير وله عديد من الأغاني اللي أنا ما كنت عايمة طبعا. عصمت رشيد، أهلا وسهلا فيك. الله، الفنان المجتهد اللي استطاع خلال 8 سنوات أن يحمل رصيد كبير وينجح أين؟ في مصر. وليس بسهولة أنه الإنسان ينجح، وخصوصا أنه في كم كبير من الفنانين الشباب. صحيح. فاستطاع عصمت رشيد أنه لقي موقعه ويأتينا بكم من الانتصارات. الحمد لله. يا أهلا وسهلا فيك. الحمد لله، خليك تسلم. ومعنا شاعر مطهر الأرياني من يمن، الحضارة والعراقة. يا أهلا وسهلا فيك. الله يحييك أستاذ نور. ما هو تعريفك بصفتك ملحن وملحن مجيد؟ نعم. فما هو تعريفك لكلمة الأصالة في الأغنية العربية؟ كيف بتفهمها؟ كيف بتحددها؟ الأصالة هي بتنتمي للجذور، للينابيع، للوطن. لأنه إذا ما في تراث بكل بلد، ما في أصالة. أنا بنظري الأغنية الأصيلة هي اللي بتمثل نفسية هذا الرجل أو هذه المرأة، محيطه بمحيطه وبوطنه. صحيح. واللي بتستقي منها كل هالينابيع من الأنغام ومن الإحساس المرهف. طيب. هاي أنا بنظري. ماذا عن الحداثة في الأغنية؟ الحداثة هي تطور. كيف يعني التطور؟ تطور، التطور التكنيك الموسيقي، الأبعاد الصوتية، الآلات اللي عم تسمعيها، الآلات الاختراعات من سنتسايزر ومن الجيتار الإلكتريك ومن كل شيء بتسمعي حديث، يعني كل شيء اختراع جديد. يعني أنت تحكم على الأغنية أنه هذه أغنية حديثة إذا لا. كان فيها آلة موسيقية لا. حديثة؟ لا، فيني جردها الحديثة. أنا جمعت الحديثة من حيث التصنيع. نعم. ومن جهتي أنا بعتبر الأغنية الحديثة هي يلي بتكون جملتها فيها ميلودي، ميلودي جديدة، الميلودي الجديد. آه. يلي ما فيها جمل مقطوفة من هون من هون تسمى تركيب. فإذا باختصار بستطيع أني أخذ ملخص أنه الحداثة أو الأغنية الحديثة هي اللي فيها ميلودي أو الجملة اللحنية الجديدة، واللي فيها صناعة. صناعة، صناعة، يعني الملحن يجب عليه أن يكون حرفي، حرفي، صناعي، بيصنع شغلي، يعني خلاق بالأحضة. خلينا نقول، نخلي كلمة الصناعين للمهن ونترك الفن بتعبير آخر هو الخلق والإبداع بالعمل الفني. أستاذ ملح، إن عودي طبعا حول هذا الموضوع. نحن معك. نشوف الأستاذ عصمت رشيد، كل أغنياتك حديثة، يعني ينطبق عليها مواصفات الحداثة في الأغنية تقريبا. فممكن تخبرني، تحدد موقعك يعني كمطرب وكملحن من الأصالة
في الاغنيه العربيه؟ والله انا ما عم بمشي بالركب اللي ماشيين فيه بعض الزملاء الفنانين اللي عم ياخذوا الشغله ضحك. انا عم اقتبس الموسيقى من العرق الاساسي، يعني من القديم، يعني محط القديم بقلبي وعم حوله لحديث. استوعبت القديم، عم اقتبس من القديم حوله الى حديث، يعني ما عم بخرج مع عن الموسيقى الشرقيه، يعني شرقيتها ما عم تروح من قلبي، عم تم شرقيتها. ولذلك انا عم استعمل مثل ما سبق وقلت انا انه عم استعمل النغمات الشرقيه اللي هو الصبا، اللي هو البيات، اللي هو الرصد، السيكا، الحجاز. ولا ولو انه الحجاز بيميل شويه للغربي، للغربي ايه، النهواند والعجم اللي هو الماجير. تقريبا بعيد عنهم انا شوي، لانه ما بعرف، بحسن انه كانه اذا كان بدي اشتغل فيهم كانه واحد عم يضربني هيك، يعني عم بلعب بوكس يعني. فانا لا يمكن العب بوكس ولا يمكن البوكسير يغني. يعني تحديده للاصاله استاذ نور، حلو كثير المفارقه بالتحديدات. أيوة. الاصاله برايك هي انه الالتزام بشرقيه المقامات والاستعانه فيها بالحانك. صحيح. وهيدا في عليها شواهد، يعني اعمالك تستعين فيها لما بتلحنها، يعني المقامات. في عندي اغاني كثير انا من الخمس الاحرف هدول، يعني مثل عمود انا المقامات الشرقيه. يعني ولا النغمتين الاخر بعد عنهم، الا اذا عندي اغنيه مثلا وطنيه ممكن يكون فيها العجم مثلا، لانه هي طبعا بتساعدك للتوزيع، بدها عنفوان، بدها شويه توزيع الهرمون. على كل حال اذا عم بيحكي من حيث الملحنين، يعني من حيث التلحين، لكل ملحن يتذوق نغمه معينه. صحيح. استاذ الصباطي كان اكثر شيء يتقرب من الرصد ومن البيات، عرفتي كيف؟ كل شيء يعني يتقرب من الربع الصوت، خلينا نقول اللي نحن بنمتاز فيه الشرقيين. هذا اللي حاول عصمت يقوله، انه الاصالي ردها الى تبني ربع الصوت في الحانه. انما انا افضل انه يضيف بالمستقبل النهواند والكورد. لا لسبب واحد، انا مالي ناكرهم. لا لسبب واحد، لانه الكورد، ونحن بنرجع بنقول انه الفن ليس له حدود طبعاً ولا هويه ولا اي شيء. طبعا خلق الفن من الشرق ووصل الى الغرب. هلا طبعا النهواند والكورد نحن بحاجه لهم، لانه فيهم الروح الكلاسيكيه بقلبهم، والروح الكلاسيكيه بحاجه لها، لانه نغمتها كثير واسعه بتحاول انه تتخاوى مع شرقيتنا. هذا رايك، وبكره بنشوف بقى اذا كان عصمت سيتبنى. انا عم بحكي الشيء اللي انا بحسه لسبب. طبعاً. انا وانت استاذ مطهر علاقتنا بالكلمه، انا مقدمي اتعاطى مع الكلمه، وحضرتك ايضا بعيدا عن الالحان وعن الكرد وعن البيت، ولكن استمتعنا بحديث طبعا. فالسؤال هو الاغنيه اليمنيه بشكل عام، الاغنيه يعني كلمه ولحنا واداء، بين الامس واليوم هل حدث نقلي؟ هل في نقلة واسعة؟ هل هناك شيء ما يسمى الأصالة والحداثة في الأغنية اليمنية؟ الواقع بالنسبة للأغنية اليمنية، نستطيع أن نقول أن الأصالة هي التي لا تزال سائدة عليها حتى اليوم. لأن الواقع أن فن الغناء في اليمن تعرض لفترة ركود وجمود طويلة لم يتطور أثناءها. يعني هذا السبب، يعني ما في أغنية حديثة في اليمن؟ لا لا بلا فيه، لكن أقول أنه قبل 25 سنة من اليوم لم يكن هنالك في اليمن إلا الغناء القديم. لم يكن هنالك في اليمن إلا آلة واحدة وهي العود، والآلات القديمة مثل الشبابة والمزمار والأدوات الإيقاع الشرقية القديمة. قبل 25 سنة لم يكن في اليمن إلا هذا المستوى من الموسيقى. وهذا المستوى من الغناء، ولكنه مستوى رفيع من حيث أنه رفيع، ومن حيث أنه أصيل، ومن حيث أنه تراث عربي عريق موروث من أزمنة قديمة. طبعا. وظل الأمر على هذا النحو إلى ما قبل 25 سنة. منذ 25 سنة نستطيع أن نقول أن اليمن خرجت إلى العصر بكل جوانب حياتها، بما في ذلك الأغنية. الأغنية
تأخر تطورها كثيرا في اليمن، ولكن الآن نستطيع أن نقول أنها في بداية التطور. أول أغنية وزعت توزيعا موسيقيا على جوكة موسيقية وعلى توزيع موسيقي في السبعينيات، ولكن على الرغم من أن إطلالي مبكرة لكن إطلالي قوية، وستقتحم الميدان بقوة لأنها تراث عربي عريق. صح. وهناك أيضا تراث فلكلوري جميل ومتنوع جدا في اليمن، متنوع تنوعا كبيرا بتنوع التضاريس المناطق المختلفة تضاريس اليمن التي تمتاز بالوعورة وتجعل كل منطقة لها تقاليد وعادات مناخها وبيئتها. نعم. احنا بنشكرك على هالشرح ونتمنى تلك الإطلالة الجامحة للأغنية اليمنية، مع العلم انه في كم من المطربين المشرقيين يعني سوريين ولبنانيين ومصريين عم بيغنوا اللون اليمني، الفولكلور اليمني. سمعتوا من غطاس، الأخوة غطاس، نعم نعم قالوا لي يمنية. سمعت لوليد توفيق أغنية يمنية، فأهلا وسهلا فيك. وباليمن يلي من جذورها في كم من الشعر والشعراء العرب أتونا من اليمن. أستاذ عصمت، السؤال أنه خلال 8 سنوات تقريبا بعتقد أنك غنيت أكثر من لحن لألك، فليش خليت الساحة من الملحنين؟ لماذا تلحن؟ لا، ما خليت الساحة من الملحنين، في ملحنين كتير وملحنين جيدين وملحنين عظماء. خبرنا طيب شو هالسر، ليش كل أغانيك صارت من ألحانك؟ والله لما أنا حدثت يعني قبل هلأ تحدثنا بحديث أنه أنا رحت للقاهرة وأنا صغير، معلش راح أقولها بصراحة. تفضل. والصراحة حلوة، أنا إنسان فقير سابقا، بدون سابقا مو مشكلة يعني، أنه وما معي أعطي الملحن مشان حتى يعطيني اللحن اللي أنا طالبه، مو يعطيني اللحن اللي هو بده إياه ويعطيني اللي روح غني. بدي اللحن اللي أنا حبه مشان أنا أقدر وصل بحسي للناس. فعلا ما كان معي بصراحة. احترم صراحتك جدا. ما معي أبدا يعني. هو السبب اللي كان خليك تلحن فعلا هذا. الخطوة الأولى كانت، فأنا اشتريت كلام من أحد المؤلفين المصريين وراح بذكر اسمه، هو الله يساعده أصم يعني ما بيسمع، اسمه سيد أشقوش. أعطاني أول أغنية كانت بكامل ورد يا معلم، أغنية بكامل ورد يا معلم. سامعينها بشيء؟ إيه ببيروت. وما كنا عارفين إنه من ألحانه. أه. عرفت كيف؟ فأخذت الأغنية، أنا بدي وديها كنت أنا لأحد الملحنين، ولكن اطلعت على جيبتي لقيتها ما بتشتغل صراحة، لأنه كمان الملحن لم بده يعيش، بده ياخذ حق لحنه، بده ياخذ حق تعبه يعني. حلو. فأخذت الأغنية، أنا كنت شاري مسجلة صغيرة جديدة فرحان فيها كثير، صغيرة على قدي، حطيت المسجلة قلت والله أنا وعندي عود كمان ناعم فقير مثل حكايتي كان. نعم. بس كنت حبه كثير، حطيت العود وحطيت الكلام، والله بليلة من الليالي تميت للساعة 6 الصبح سهران وأنا عم لحن بالأغنية، عيد ويلا ومرة وتنتين وعشرة وعشرين، لبينما قدرت اني ركب. انا في شيء شوات يعني، في شيء بداخلي بده يطلع، ولكن كيف انا مالي عارفه. كيف كان تقبل الجمهور للحن الاول اللي اعطيته؟ بس لكفيلك على اللحن، خلصت اللحن انا وسجلته بصوتي وعاد صرت اسمعه، انا بين عم بضحك وبين مالي مصدق. شو مصدق؟ مالي مصدق نفسي انه انا قدرت اعمل هذا الشيء. صحيح سمعته لناس قبل ما أقدمه للمسرح، قالوا لي حلو، ولكن يا ترى عم يقولوا حلو من قلبهم ولا عم يقولوا لي اللي جاملوني؟ كمان كنت ما كنت بعرف يعني، لكن ما عم يقولوا لي اياها بحس ليوصلني. قلت والله بدي نزلها انا للمسرح. وصلنا للجمهور. وصلت للجمهور، نزلتها اول مره. اول ما شجعوني عليها مو الجمهور، الموسيقيين اللي عم يشتغلوا معي قالوا لي والله تركيبه لحن حلوه تمام. قلت لهم كويس انه انتوا قلتوا مو انا اللي قلت، انا ما بقدر اقول اذا كان حلو ولا لا، لانه شغله بترجع للجمهور، هو اللي بيقرر اذا كان هذا الشيء حلو ولا لا. المهم نزلتها اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لقيت في اقبال بانه انا عم غني اغنيه مستقله لنفسي وطول فيها مشان حتى انه انا هاي الغنيه تبعي، فرحان انا يعني ما بدي غني واحدة ثانيه لبين ما اشبع منها انا. وكانت البدايه من بكامل وردي يا معلم، اول لحن الي انا. طيب بـ8 سنين كم لحن أعطيت عصمت رشيد؟
أعطيت عصمت رشيد ما يقارب عن 60 لحن.